مشاهدي الوطنية الأولى، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج ألوان ثقافية اللي يجيكم المرة هذه في مواكبة خاصة ويومية لفعالية الدورة 25 من أيام قرطاج المسرحية، واللي ترفع شعار المسرح مقاومة والفن حياة، واللي تمتد من 23 نوفمبر إلى غاية 30 نوفمبر 2024. بداية حصتنا لليوم باش تكون عودة على أجواء الافتتاح اللي انقسم إلى جزئين، حفل الافتتاح اللي احتضنه المسرح البلدي بالعاصمة، وجزء ثاني في مسرح الأوبرا، ونتابع الجمهور عرض مسرحي من جمهورية الصين الشعبية يحمل عنوان عودة نجم. رافعة شعار المسرح مقاومة والفن حياة، انطلقت أمس فعاليات الدورة 25 من أيام قرطاج المسرحية بالمسرح البلدي بالعاصمة. قبيل الافتتاح احتضن كالعادة شارع الحبيب بورقيبة عروضا تنشيطية وموسيقية، تفاعل معها المارة الذين أقبلوا بأعداد كبيرة لمتابعة هذه الأنشطة ومشاهدة ضيوف الدورة عن كثب. يا بيبي يا سيد العدا وقرب تعال من المدى، شارة البداية كانت بتحية للمقاومة الفلسطينية من خلال عرض موسيقي قدمه الفنان الفلسطيني شادي زقطان بأغنية يذيب. مثل السجع والقلب انزهر ينوجع والنار نار الهم، يا ذيبي يا ليلة الشعر قاسمني همي للفجر وصدي ترى صوتي سحر يا خدنا فوق الدلال والنار يا خلي صبر وجرحك يقوت ما هو فكر، والله ما في بقلبي غدر سايق عليك الله، نركض ونعوي للصبح ونضحك تيداوى الجرح ونظل لا صوت النبح يعلى عصوت الخير، وارجع وترجع لوحدتك خلف زمن تعلو بشبك وزرعوا في قلبي كل حساك بيني أنا وياك، يا ذيبي يا ربع اللي ظل الليلي من جهة طلمي مين كان يصدق هالمطل يجمعنا أنا وياك، شمي حسرة سولنا ونبكي عالكان حولنا يرحم حدود جدودنا واسمى جبل للمي، يا وعرض الأطفال لمجموعة باباروني لفنون السيرك جسد معاناة أطفال غزة تحت الحصار والدمار. وقد رافق العرض مشاهد توثق العدوان الصهيوني الغاشم.
وفي كلمة الافتتاح أكد مدير الدورة منير العرقي أن هذه الدورة تنتظم في ظرف إنساني عالمي صعب يعاني فيه أشقاؤنا الفلسطينيون واللبنانيون مختلف أشكال الغطرسة والاضطهاد من قبل الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن مساندة أيام قرطاج المسيحية مطلقة للقضية الفلسطينية العادلة، وذلك في تناغم مع المساندة الرسمية والشعبية لبلادنا. من أجل ذلك ترفع هذه الدورة قيم الانتصار للقضايا العادلة والحق في الحياة ونشر ثقافة العقول المستنيرة ضد الإبادة، وتدعونا إلى المقاومة ثم المقاومة. لذلك اخترنا أن يكون موضوع الندوة الدولية لهذه الدورة المسرح والإبادة والمقاومة نحو أفق إنسي جديد. وتم خلال حفل الافتتاح تكريم عدد من الشخصيات الراحلة على غرار عبد المجيد جمعة ومراد كروت وسعد زيداني وعبد الحق خمير وعبد العزيز بلقايد حسين ومحجوبة بن سعد ومحمد مرالي وياسر جراتي، كما شمل التكريم عددا من الوجوه المسرحية والتلفزيونية وهم أمل البكوش وجيها الجندوبي ومقتدى الصالحي ويحيى الفيدي وفاطمة البحري ومنير بن يوسف. وإثر عرض الافتتاح الرسمي في المسرح البلدي كان لضيوف الدورة ولجمهور الفن الرابع موعداً في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة مع عرض مسرحي من جمهورية الصين الشعبية حمل عنوان عودة نجم من تصميم وإخراج ليمي بونيفاسيو. وهذا العرض يعد الأول عالمياً بعد أن تم تقديمه لأول مرة في الصين يوم 8 نوفمبر 2024. ويتطرق العرض الصيني إلى مواضيع عدة منها الوجود والإرث الثقافي والروحانية وعلاقة الإنسان بالكون، ويدعو العمل إلى تجربة روحية تجمع بين الماضي والحاضر للتأمل في الحالة الإنسانية والقوى الكونية التي تحكم الوجود. جمهور الفن الرابع باش يكون على موعد طيلة فعاليات الدورة 25 من أيام قرطاج المسرحية مع 125 عرض من 32 بلد من مختلف القارات، منهم 23 عمل مسرحي من تونس، وتشمل عروض المسابقة الرسمية وعروض الأقسام الموازية وقسم مسرح العالم والتعبيرات المسرحية وعروض موجهة للطفل وعروض الإدماج إلى جانب مسرح الحرية. نشوف مع بعضنا ومضى عن هذه العروض.
معكم النشرة باش نحاول نمدوكم بمواعيد العروض الخاصة بالجي تي سي ونكتشف مع بعضنا الآن عروض الاثنين 25 من نوفمبر. هكا نوصلوا إلى نهاية حصتنا لليوم، نلتقي غدا بإذن الله، إلى اللقاء.